إيران كأنك تلوح عبر ميليشياتها من نعم العراق. نعم، كأنك تلوح بعقوبات اقتصادية لكون أن أموال النفط العراقي موجودة في الخزائن الأمريكية، وبالتالي أول سلاح سيلوح به بوجه العراق في طبيعة علاقته مع طهران هي أمواله، ونكون على أبواب أزمة اقتصادية خانقة. إذا سمحت لي، أنا أعتقد أن الأمر سيكون أسوأ من ذلك بكثير. نحن نستمع ونعرف ونتابع بعض التسريبات التي تتحدث عن إمكانية معاقبة العراق بسبل شتى، وهذا الكلام لم نسمعه الآن. كنا نسمعه في الفترة السابقة بأن العراق يمكن أن يتعرض للمزيد من العقوبات السياسية والاقتصادية التي يمكن فعلا أن تضعه في موقف صعب إذا لم يغير على الأقل موقفه تجاه العلاقة مع إيران، وخاصة فيما يتعلق بقضية الميليشيات المؤيدة لها. لذلك كنت أحاول أن أشير بأن على الرغم من ذلك، لكن هناك دلائل تشير إلى إمكانية أن يكون هناك أكثر عقلانية من قبل تلك الميليشيات، بدليل أن ردود الفعل التي عادة ما كانت تهدد بها هذه الميليشيات وإيران بأنها ستقوم بتدفيع الولايات المتحدة ومصالحها وحتى إسرائيل ثمنا كبيرا، أعتقد أن الردود لا تزال مضبوطة إلى حد كبير، وهذا دليل على أن العقلانية يمكن أن تكون قد اخترقت كل المؤسسة السياسية العراقية. هذا على الأقل ما نسمعه هنا. لذلك أنا أتوقع بأن التهديدات التي يمكن أن تنسب لترامب وأيضا للتوقعات التي يمكن أن تنسب لإدارته قد يكون هناك تغييرات فيها، لأن الرجل هو رجل صفقات، فإذا كان قادرا أو توصل إلى إمكانية عقد صفقات ليس فقط مع العراق لكن أيضا مع إيران، لأنه قال هو بالفم الملآن خلال حملاته الانتخابية أنه يرغب بتوقيع اتفاق جديد مع إيران. طبعاً هناك رسائل سياسية صدرت من العراق سيد إلي، معذرة، هناك رسائل سياسية صدرت من العراق من رئيس الوزراء، من رئيس الجمهورية إلى ترامب بتهنئته. تلك الرسائل يعني يراد منها فتح صفحة جديدة مع العراق، لكن إلى الآن لم يرحب الرئيس الإيراني بزشكيان بعودة ترامب إلى السلطة.